غادي نقدم لكم اجمل اروع 10 كلمات في تاريخ اللغه الفرنسيه، غتتعرف عليهم، خذهم بصحتك، تبعني حتى الاخير. فانا ديما كنقول لكم باللي في الواتساب كنعلم الناس وكيتعلموا في 3 شهور، فما كنهضرش من فراغ. سمعوا واحد الشاب شنو قال عليا من بعد ما بدا الحصص معايا، شنو قال في حقي. سمعوا، كيتعلم معي في الواتساب وكيتعلم معي ابل فيديو. سمعوا شنو قال. استاذ حمزه، بغيت نقول لك الله يرحم لك الوالدين بزاف، وكنشكرك بزاف على الطريقه ديالك. اقسم بالله لا طريقه واعره، ما كاين لا عقده لا حتى شي حاجه، وحتى داك الخوف استاذ حمزه بسبب الطريقه ديالك ما بقاش عندي مشكل ديال الستريس فاش كنكون كنهضر مع شي واحد، حيت ملي كنهضر معاك ابي فيديو مره كيبدا داك الخوف يتحيد بشويه. بار كونتر الاساتذه اللي قرينا عندهم قبل كان الاست الفرنسي صعبوها علينا وعقدوها علينا، وكتولي تبان لك الفرنسيه شي حاجه اللي عمرك غادي تتعلمها، صعيبه معقده بزاف. والله الا الله يرحم لك الوالدين، طريقه واعره استاذ حمزه، والله يسهل عليك. وغادي ان شاء الله نتكلم الفرنسيه بالفضل ديالك وفضل ديال الله، سون ايزيتاسيون سون بروبليم سون بلوكي. كيسمع الا بغيتي انت تكون من هاد الناس، داك النهار شخص سوري، داك النهار سيده مغربيه في عمرها 60 عام، الحمد لله الطريقه كل شيء كيتعلم، وهذا الشيء بفضل الله. ديما كنقولها، اللي بغى يتعلم يولي بحالو بحال هاد الناس، يرسل لي رقم الهاتف ديالو، رقم الواتساب ديالو، رسل لي رقم الواتساب ديالك هنا في الجيميل، في البريد الالكتروني ديالي hamzalmuallem@gmail.com. ما تكتبش الجيميل خطا، حمزه المعلم كتكتب ملاصقه بحروف صغار، hamzalmuallem@gmail.com. كتب لي رساله في البريد الالكتروني ديالي وغادي نجاوبك، وغتعلم التواصل بالفرنسيه بكل طلاقه معي. ما عليك الا ترسل لي رقم الهاتف ديالك هنايا في الجيميل، وانا كنبقى على وعدي. ففوالا، اليوم غادي نعطيكم 10 ديال الكلمات روعه، 10 الكلمات كيتستعملوا بزاف، والا استعملتيهم غادي يبينوا المستوى ديالك راقي كانك كتقرا الكتب. فوالا، اول كلمه اللي هي فعل، هذه الكلمه فعل ديجا، سي ان فيرب ديجا. دونك شوشوتي، شوشوتي هي بارلي ا فوا باس، كتكلم بصوت منخفض. سلام، واش خلقك تما؟ واش انت كاين تما؟ كنهضر بهذه الطريقه هادي. لا، جو شوشوت، استدير جو بارل ا فوا باس. هذه الكلمه الاولى واعره بزاف. الكلمه الثانيه ليكوم، ليكوم هو داك لاموس اللي كتكون مثلا في الموجه ديال البحر، فاش الموجه كتكون كيكون فوقها واحد لاموس، هذيك كتسمى ليكوم، ليكوم. واعره بزاف. دونك الكلمه الثالثه هي لا ليبولول، واعره. لا ليبولول هذه حشره، نوع من الحشرات، واحد الحشره كتسمى الطياره، فاش كتكون كطير كتكون دايره بحال شي طياره، راه معروفه بزاف، كنا كنبغيوها بزاف فاش كنكونوا صغار، فاش كنشوفوها كنبقاو منبهرين، دايره بحال شي طياره، سبحان الله العظيم. لا ليبولول غتكونوا كتعرفوها حتى نتوما. دونك الكلمة الثانية، الكلمة الرابعة عفوا، هي لا فانيتي، مهمة بزاف، وحتى لي فرونسي ما كيعرفوهاش، مي الا كان شي واحد قاري غيعرفها. كانت كدير معايا الحصص واحد السيدة فرنسية في عمرها 18 سنة، وواحد الشابة فرنسية، وكانت باغا تتعلم العربية، كانت كدير معايا لي سيونس، وقلت لها شنو هي لا فانيتي، ما عرفتهاش. هي الغرور، لا فانيتي، الغرور، لا فانيتي، الغرور، حنا عندنا في الثقافة العربية. الكلمة الخامسة، لاحظتوا الكلمة زوينة، لا فانيتي، كلمة واعرة. دونك الكلمة اللي موراها هي ليتانسيل، 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 فاش كيكون باغ اكزومبل الموتور غادي ولا الطونوبيل، الرويضة كتحك مع الأرض، وكتطلق واحد الشرارة، ديك الشرارة كتسمى ليتانسيل، شرارة، ليتانسيل، اوكي؟ ليتانسيل، مثلا فاش كنطلق البريكه وما كتكونش كتشعل وكتطلق داك الشراره ديال داك الشراره كتسمى ليتانسيل، الشراره. دونك هنا كلمه زوينه بزاف لاحظتوا. اوكي، عندنا الكلمه اللي موراها اللي هي لا بيربليكسيتي، كلمه واعره، لا بيربليكسيتي زوينه بزاف، اللي هي الحيره، الحيره، لا بيربليكسيتي، الحيره، الحيره، انا حيران، je suis dans une perplexité profonde. الحيرة هي la perplexité. اوكي، سي بون.
الكلمة اللي موراها هي لانسوسيونس. لانسوسيونس هي لابسونس دو سوسي، يعني لابسونس دي بروبليم، الغياب ديال المشاكل، الغياب ديال المخاوف. لانسوسيونس يعني طمأنينة. اوكي اوكي واعره بزاف لانسوسيونس. اوكي الكلمه اللي موراها اللي هي زوينه هذه كتعجبني بزاف وتكونوا كتعرفوها جو كخوا، هي ليليغونس. ليليغونس هي الاناقه. ليليغونس الاناقه ليليغونس. وكتبقى اخر كلمه اللي هي لو كالان. لو كالان واحد التعنيقه، واحد فوالا كنقولوا فير ان كالان، استدير بروندر كيلكان دون سي برا، فير ان كالان يعني كدير واحد التعنيقه. ان كالان هي تعنيقه، ان كالان تو سامبلومون. دونك لاحظتوا بلي الفرنسي سهله وكتعطيكم وجميله او ميم طون. فوالا غتكمل السهوله ديالها الى رسلتي ليا في الجيميل وكتبتي لي رقم الهاتف ديالك. الى رسلتي لي رقم الهاتف ديالك في الجيميل هنايا حمزه المعلم وكتبتي لي بغيت نتعلم الفرنسيه وغنجاوبك وغتعلم معايا مباشره وغتعلم التواصل بكل طلاقه، رسل لي الان حمزه المعلم @gmail.com. هذا هو الجيميل ديالي، ها هو في الديسكريبسيون في صندوق الوصف. كنبغيكم وكنموت عليكم. كيس بوعه.